بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله زملاء المهنة أينما كنتم. اليوم إن شاء الله بتوفيق الله راح نشرحوا النوعية الثانية تاع تركيب لوازم تصفية المياه لحوض السباحة. عندنا السيستم الثاني هذا اللي هو تاع باك تومبون، هذا تاعنا هنا، معناتها لابيسين تاعنا اللي تكون تفيض ويسميوها ديبوردمون. مالفين ديما نشرح السيستم تاعنا تاع السكيمار، اليوم نشرحو ان شاء الله ديبوردمون تاعنا هذا واش نديرو. كمية المياه شوف هنا واش ندايرين، هاو مستوى المسبح، هذا هو المستوى تاعو، معناتها الماء وين يلحق منا يفيض تولي لنا هذه اسبيراسيون تاعنا. عندنا اسبيراسيون هذه اللي في حوض السباحة، وعندنا اسبيراسيون تاعنا هذا، وعندنا لاسبيراسيون البالي تاعنا، هاي البالي صافي. درك عندنا ثلاثة اسبيراسيون في بلاصة السكيمار، ولا لنا باك تومبون هذا تاعنا، هذه تاع الكاسكاد تاعنا، الروفو المو تاعنا جا لتحت، لأنه المسبح تاعنا كيكون كبير خي كتلكم نديروه، ولا سيستم ديبوردمون يكون تقريبا كل يكون الروفو المو تاعو من تحت. عندنا ستة الروفو المو تاعنا، عندنا لي لونك تاعنا، لي زسكالي تاعنا، هذه هي. ربي يبارك اخونا جمال، وربي يرزق كل مهم، وربي يوفق كل مهني شريف. حوض السباحة هذا فيه 11x4 عمق تقريبا فيه متر و70. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.